طبعا هذه مجازفة عسكرية إسرائيلية قد تؤدي إلى إعطاء ضوء أخضر لهذه الأطراف بإجراء عمليات يعني متنقلة وسريعة وخاطفة عبر الأراضي السورية، وهذا متعب بالنسبة للإسرائيليين. يعني نشوف إحنا مثلاً، إحنا نتحدث من الناحية العسكرية ليس من الناحية الأيديولوجية، متعب للإسرائيليين. سيكون لديها أكثر من أول مرة بالتاريخ سيكون لديها، ليس فقط ما ذكرت أنه انفتاح الحدود السورية العراقية، ولكن ستبلس يضاف إليها ما يسمى بحزب الله في لبنان، وبالتالي ستجد إسرائيل عن نفسها أمام، يعني أن سقوط العراق سيكون عبارة ليس تأثيرا سلبيا على دول الخليج العربي، وإنما رغم أنه نظرة نظام صدام حسين وأيديولوجيته ودعواته لحرب ضد إسرائيل لا يمكن للواقع أن تنفذ، وهو ذكرها في حديث في يوم من الأيام عندما ذكر أنه أحتاج إلى وصلة أرض أو قطعة أرض، وبالتالي هو ذكر عامل جغرافي بأنه غير قادر على تنفيذ توجهاته السياسية والفكرية. اليوم الأرض أصبحت مفتوحة أمام قوى راديكالية إسلامية ممكن أن تجذب عقول الكثير من الإسلاميين الراديكاليين في كل العالم العربي من الشيعة وقد والإخوان والقوى الأخرى الإسلامية ممكن نتيجة لعمليات ضد إسرائيل. فترى إسرائيل نفسها أمام ليس حزب الله اللبناني، وإنما قد يكون قوات ميليشياوية عراقية على الحدود السورية، والسوريين ممكن أن يلعبوا بهذه المعادلة المهمة من خلال وجود إيراني فتح حدود للعراقيين والنفوذ الروسي، لأن الروس يريدون أن يكون لهم دور، وسيكون لهم دور في عملية التفاوض في عملية القضية الفلسطينية صفقات السلام، وبالتالي هم سيستفيدون وقد يدعمون هذه الميليشيات حتى يكون لهم دور سياسي في التأثير العالمي وفي قضية الإسرائيليين والفلسطينيين. هذه